واشوف خصائص الدائره التي تحتوي على مقاومه بس. انا سريعا لان انا بعد المحاضره اللي فاتت، وبعدين اخد دائره تحتوي على ال بس واشوف خصائص الدائره دي بدل الدرجه الثانيه في السلم، وبعدين اروح اخد السي فقط. يبقى انا عندي الثلاث مراحل خدتهم، خدت ار مع لوحدها، خدت ال ال لوحدها، خدت السي لوحده. يبقى انا كده شفت الكاركترستيك اللي هو خواص الدوائر دي الثلاثه. جميل. بعد كده اعمل ايه؟ الدرجه الرابعه اخد الار مع ال ال، يبقى انا خدت اثنين اليمنت سوا، يعني معناها ار مع اكس ال، يبقى ار بالام واكس ال بالام. وبعدين اخد ار مع السي، يعني ار مع اكس سي برضو ام وام، واشوف خصائص الايه الدرجه الرابعه والخامسه اللي هم ار مع اكس ال وار مع اكس سي. يبقى انا كده وصلت الى ان انا فهمت كل حاجه. فاضل حاجه بسيطه خالص اللي فاضله معايا، اخد الثلاثه مع بعض توالي وتوازي، اخد الار مع اكس ال مع اكس سي توالي سيريز، واخد الار مع اكس ال مع اكس سي اللي هم بارل. ممكن تاخد ار مع اكس ال في دايره عادي، ار مع اكس سي في دايره، هم توازي، ار مع اكس ال مع اكس سي ثلاثه برانشز مع بعض توازي. اذا هطبق عندي الكي سي ال والكي في ال، الكي في ال في حاله السيريز، ما يكون الثلاثه مع بعض سيريز اطبق الكي في ال، الكي سي ال موجود. اذا بنلجا لحته مهمه جدا، بقول لك والله يا جماعه ان انتوا كل القوانين اللي انتوا خدتوها والنظريات اللي انتوا خدتوها في الدي سي افيلابل عندك في الاي سي، بمعنى قانون ام موجود، قانون كيرشوفز الفيرست والسكند موجود، اللوب موجود، النود موجود، سوبر بوزيشن موجوده، سيفنن او نورتن موجود، اقدر احل عادي خالص في الاي سي بكل اللي انا خدته في الدي سي. طيب حتى الان انا دلوقتي عرفتك فكره سريعه عن الشابتر اللي هو 6، ايه اللي هناخده فيه. دلوقتي هنبدا هاو تو جنريت اللي هو الاي سي سنجل فيز اي سي. يبقى انا دلوقتي هكتب العنوان الاولاني عندنا، وهو عباره عن الجنريشن اوف اي سي فولتج، جنريشن اوف اي سي فولتج. وده اول عنوان عندك في اول صفحه في 6.1 في الكتاب، بيقول لك ان انت ازاي بتولد الاي سي فولتج. وكلمه اي سي تاني الفولت المتردد، اي سي فولتج طبعا جنريشن يعني توليد. خلاص، هو عايز يقول لك في بدايه الكلام في الكتاب ان انت عندك الاي سي معناه عندك ويف، وطبعا بتتمثل اقرب حاجه لنا عندنا اللي هو الصايد، دي متغيره مع، مش عايزين نقول متغيره، عايزين نقول متردده مع الايه، مع الزمن، مره زيرو مره زادت وصلت الى الماكسيمم رجعت تاني للزيرو، وبعدين غيرت الاتجاه خدت الريفرس دايركشن، يعني هي كانت في الفورورد وبعدين راحت في الريفرس، وبعدين وصلت الى الماكسيمم في الريفرس، وبعدين رجعت تاني في الايه للزيرو، يعني خدت دوره كامله. ازاي تولدها؟ وده السؤال. طبعا لو احنا بصينا على الصفحه اللي رقم 6.2 هنلاقي او 6.3 على طول عشان ما نقعدش ايه، لان الكلام ده كلام نظري ما فيهوش حاجه. هو حاطط لك البيرمننت ماجنت اللي هو المغناطيس اللي احنا كنا خدناه في المغناطيسي، عباره عن القطب الشمالي والقطب الجنوبي. وانا قلت تعريفك اهو عباره عن القطب الشمالي كده، هو عامل كده مرهولك. ده عبارة عن النورث وده الساوث. احنا لما جينا عرفنا الماجنتيك فلوكس، لو انت فاكر ما هو تعريفك للماجنتيك فلوكس، قلت لك عبارة عن ميني لاينز اوف فورس، خطوط قوة مغناطيسية كتيرة going from north to south outside the magnet، انسايد الماجنت فروم اللي هو الساوث تو اي نورث، او السايد الماجنت في سيمي سيركولر يعني في نصف دائره، انسايد ستريت لاين. جميل قوي.
انا عندي دلوقتي جبت البيرمننت ماجنت، خطوط المجال اللي انا رسمتها لك دي، خطوط مجال، خطوط مجال ما بين القطب الشمال والقطب الجنوبي. انت سعادتك عايز تولد سنجل فيز، نركز من اللي جاي، انت عايز تعمل جنريشن للسنجل فيز، هتجيب عباره عن كويل واحد فقط، كويل لا، وتحطه في المجال المغناطيسي ده، كويل لا. الكويل هو ممثله لك عندك اهوت، كويل وحاطه لك في المجال المغناطيسي اهو. يبقى أول حاجة هو خد عبارة عن كويل وحطه في المجال المغناطيسي بتاعه. السايدز بتاعت الكويل عبارة عن اللي فوق، اللي في الطب A واللي في البوتوم B. الدايركشنز بتاعت كده. بص مع بعض. أنا دلوقتي عايز أعمل جنريشن للسنجل فيز. يعني معناها هعمل جنريشن للسايد. يعني انا دلوقتي لو خدت الفولت اجينست اللي هو التايم اللي هو برضو في صفحة 6-4، بس احنا نرسمها عشان نرسم اللوحة، نبص مع بعض كده. ده عبارة عن الفولت وده التايم بتاع جنبك، وده الزيرو، وده بنسميها زاوية الدوران الروتيشن انجل. خلاص وده الفولت. انا عشان اعمل جنريشن للفولت، لو انت بصيت على وضع الكويل في الوضع اللي هو الاولاني اللي هم بيسموه البوزيشن 1، هتلاقي الكويل في الوضع الرأسي ده مفيش تقاطع لخطوط المجال خالص. يعني الوضع اللي هو ساكن فيه ده مفيش تقاطع لخطوط المجال، ولذلك لما اجي اطبق القانون E بيساوي N في الدي فاي باي دي تي، اذا مفيش هنا تقاطع، فالانديوز فولتج بزيرو. يعني الدي فاي باي دي تي مفيش تقاطع، دي فاي باي دي تي ما عندكش، عندك عدد لفات ولكن مفيش دي فاي باي دي تي، فلذلك الانديوز دي اي ام اف هنا بزيرو. يبقى انا عند الزيرو، عند نقطه الاصل اللي احنا بدانا بيها، نقطه الاصل. تعال حرك الكويل ده بميكانيكال فورس او بايدك، حركه كده، هتبص تلاقي السايد اللي هو ايه يبدا ينزل، والبي يبدا يطلع، تبص تلاقي يبدا يقطع في خطوط المجال. يعني ايه؟ يبدا السهم بتاع الاي ينزل يقطع، والبي يطلع لفوق يقطع، فتبص تلاقي بدا يحصل انديوز فولت، يحصل انديوز، يبدا يزيد كده، يتحرك الفولت، الفولت ده يزيد الى حتى اسمها الماكسيمم. متى يحدث الماكسيمم؟ بص على البوزيشن رقم 2، لما تلاقي الاي والبي اصبحوا الاثنين هوريزونتال بالنسبه لخطوط المجال، يعني حصل قطع كامل، واحد قطع النص ده والثاني قطع النص الثاني، اصبح قطع كامل، يبقى انا عندي وصل الى البيك اي ماكسيمم او في ماكسيمم. يعني معناها البوزيشن اتغير، ده يعني البوزيشن وصل عندك بالمنظر ده، ممكن ارسمه لك كده واشيله تاني، حصل ده قطع كله كده، وده طبعا طلع فوق قطع كله، يبقى ده الوضع اللي هو وضع 2 للكويل. يبقى الكويل في الوضع اللي هو هوريزونتال بالنسبه لخطوط المجال اللي انا عملته لك حصل قطع كامل، وبالتالي حصل عبارة عن هنا بالنسبة لك ان هو الفولت اللي تولد عندك فولت كامل اسمه في ماكسيمم. يبدأ بعد كده الكويل ده يعكس الاتجاه بتاعه، يعني ايه؟ الاي نازل لتحت والبي طلع لفوق، يبقى هيحصل الفولت بتاعك يبدأ يقل، لان هو في الاتجاه يبدأ يقل لما يوصل ان الكويل بتاعك نقطه بي تطلع فوق ونقطه ايه تبقى تحت، يعني يتحرك تاني بنفس الاتجاه، بس بي هتبقى فوق وايه تحت، يبقى اصبح الانديوز فولتج برضه بزيرو، وبعدين يعكس نفسه في الاتجاه العكسي ياخد الدوره دي تاني.
كده كده ويرجع تاني للزيرو، ده الشكل العام للعمل. طب الدوره دي بتستغرق كام؟ من زيرو الى باي، ومن باي الى 2 فولت، وممكن يكرر نفسه. يعني هنا ده عند باي على 90، باي على 2 يعني، باي على 2 يعني 90، و3 باي على 2 بس. يبقى هاو تو جنريت اللي هو السنجل فيز اي سي فولتج، انت هتقول والله هجيب كويل واحطه في مجال مغناطيسي بيرمننت ماجنت، واحرك بميكانيكال فورس او بيدوي عادي، وبعدين ارسم الويف اللي عندي ده اسمها الساين ويف. انا مش عايزك تفهم اكتر من كده، لان احنا بعد كده هنقول ايه. اذا المعادله اللي هتطلع عندي بدل ما كانت قيمه ثابته، لا اصبحت قيمه متغيره واخده شكل الساين. يبقى الفولت بتاعك اسمه الفولت الاي، اصبحت اي ماكسيمم ساين، واخده منحنى الساين، سيتا اللي هي زاويه الدوران. يبقى انا عندي الاي المتواجده، الاي المتواجده هنا اي هتساوي اي ماكسيمم ساين واخد منحنى الساين سيتا اللي هي زاويه الدوران الروتيشن اوف انجل. ده المعادله اللي اتولدت دلوقتي. يبقى انت ولدت الفولت، ولدت معادله واحده نتيجه ان انت حطيت كويل واحد، والكويل الواحد ده حطيته في بيرمننت ماجنت، وفي خطوط مجال، وقطع خطوط المجال حركته، قطع خطوط المجال مره في الفورورد اهيت الجزء اللي فوق ده اللي هو الفورورد، وبعدين حصل ريفيرس عكس الاتجاه بتاعه جه في الايه؟ في اللي هو الريفيرس. الساين ويف اللي انت شايفه ده حاجه مش ثابته، متغيره مع الايه؟ مع الروتيشن انجل او مع التايم. وبالتالي ده اسمه اي سي. ده بالنسبه للمعادله اللي طلعت بتاعتي. طيب ايه المطلوب مني بعد كده؟ هو هنا في الكتاب عمل ايه؟ خد بدل ما يكتب الانجل اوف روتيشن اللي هي السيتا، اشتغل على حاجه اسمها الزاويه اللي هو شغال عليها الثانيه اسمها اوميجا. واوميجا ديت اسمها، لا اوميجا هنعوزها كتير، اوميجا اسمها انجلر سبيد. والانجلر سبيد اللي هي اوميجا بتساوي السيتا على الطيب. يعني هو اشتغل على اوميجا، واوميجا اسمها انجلر سبيد، اوميجا اسمها انجلر سبيد سبيد، واللي بيساوي السيتا على الطيب. السيتا على الطيب. يعني انا ممكن اقول على طول كده ان السيتا بتاعتك بتساوي اوميجا تي. يعني انت المعادله اللي عندك ممكن تشيل السيتا وتكتب كده اوميجا تي. يبقى المعادله في الصوره العامه، يبقى الاي المتولده اصبحت اي ماكسيمم ساين اوميجا تي، اللي هي مكان ايه؟ اوميجا تي اصبحت هنا بالسيتا. ده على طول بس كده. ده المعادله اللي احنا عايزينها، وده اسمه سنجل فيز. سواء انت بتتكلم دلوقتي على تيار، يعني ممكن اقول اي بيساوي اي ماكسيمم ساين اوميجا تي، الفي بيساوي الفي ماكسيمم ساين اوميجا تي، سواء التيار او الفولت ما عندناش مشكله، لان الدائره الكهربيه بتتعرض بالتيار والفولت. ده اللي هو الجنريشن. طيب بعد كده هو بيقول لك طالما ان انت بتتكلم على الساين ويف اكيد في حاجه اسمها التايم بيريود، الزمن الدوري. ما تعريفك للزمن الدوري؟ اكتبه عندك. الزمن الدوري اللي هو الزمن بالعربي الزمن المأخوذ لإتمام دورة كاملة، يعني التايم بيريود او البيريود اوف تايم عبارة عن ذا تايم تيكن تو كومبليت وان سايكل. ذا تايم تيكن اكتبوها عندك، ذا تايم تيكن تو كومبليت وان سايكل. اما اقول لك عرف الزمن الدوري تقول له اللي هو الزمن المأخوذ لإتمام دورة كاملة. دورة كاملة معناها سايكل. السايكل عبارة عن ايه؟ من زيرو الى 2 باي. يعني التي اللي عندك الكابيتال التي دي اللي هي زمن الدوري بتاعك عبارة عن من زيرو الى 2 باي. تعريفه هو عبارة عن الزمن المأخوذ لإتمام دورة كاملة. ما هي الدورة الكاملة؟ هي عبارة عن السايكل اللي هي الـ 2 باي، سواء انت بتتكلم عليها راديان او بتتكلم عليها ديجري. ديجري يبقى 360 درجه، 2 باي يبقى ده راديان. يبقى انا لو اخدتها من 0 الى 180، ومن 180 الى 360 يعني هنا 90
دي 90 وهنا 180 وهنا 360 للدرجات طبعا، وهنا طبعا 270. فسعادتك لو انت عايز تاخدها بالديجري يبقى الزمن بتاعك او السايكل بتاعتك بالديجري عباره عن 360 بي اللي هي عباره عن الراديان الاثنين بار. ده بالنسبه للتايم بيريود. لو انت عايز تعرف الفريكوانسي بتاعت الدايره، وانت بتقول الفريكوانسي موجود، ما هو تعريفك للفريكوانسي؟ هو عباره عن النمبر اوف، اكتب عندك النمبر اوف سايكل بير سكند. النمبر اوف سايكل بير سكند، يعني انا ممكن الساين دي تتكرر. يعني انا بقول لك ان انا عندي تردد في شبكه مصر 50 هرتز، 50 سايكل بير سكند. يعني لما اقول كده التردد اهو، انا عايز امسح حاجه عشان اوضح. يعني انا دلوقتي لو عايز اقول اللي هو الفريكوانسي اللي هو اف بتاعي، لو بقول عباره عن 50 سايكل بير سكند، 50 سايكل بير سكند اللي هو بيساوي 50 هرتز. لما اقول 50 سايكل بير سكند يعني الويف اللي عندي دي اتكررت 50 مره في الثانيه. يعني الويف اللي انت شايفها ده انا رسمت سايكل واحد، انت بتقول لي 50 سايكل بير سكند، يعني معناها ان هي دي اتكررت 50 مره في الثانيه. طبعا هتشوفها على ايه؟ على الاستروسكوب، هتلاقيها كده بتجري يعني في الثانيه تتكرر 50 مره، وده التردد بتاع شبكات مصر. طيب سعادتك اما تيجي تعرف الفريكوانسي، يبقى الفريكوانسي ذا نمبر اوف سايكل بير سكندز. يبقى التعريف التردد، الجزء الثاني من التعريفات اهو، تعريف التردد ذا نمبر اوف سايكل بير سكند. يبقى احنا عرفنا التايم بيريود اللي هو الزمن المأخوذ لإتمام دورة كاملة اللي هو الزمن الدوري، وعرفنا التردد، والتردد ده موجود معايا على طول إن شاء الله في الدوائر بتاعة الـ AC على طول. هنروح بعد كده لصفحة 6-7، هو بيتكلم عن الفيز أنجل بتاع الـ AC Wave 4. احنا نبص عليها كويس أوي، الفيز أنجل زاوية الوجه بتاعة الإيه اللي هو الـ AC Wave 4. الفورم اللي انا هرسمها لك ديت عباره، انا هرسمها لك من جديد عشان نبين نكتبها كده، الفيز انجل اوف اي سي ويف 4. فيز انجل يبقى انا هتكلم على الفيز انجل اوف اي سي ويف 4 بالشكل بتاع اللي هو الويف 4. اما انا كنت راسم الشكل ده بتاع الساين ويف اهوت، ده الساين ويف بتاعي اللي انا قلت عباره عن من 0 الى 90 الى 180 إلى 270 إلى 360. ده عبارة عن سنجل ويف، يعني ويف واحدة. أما أجي أقارنها، أقارنها بنفسها، هي عبارة عن ويف بتبدأ من نقطة الزيرو اللي هو نقطة الأصل اللي هو الأوريجينال عندك، وبعدين تروح للماكسيمم عند باي على 2 عند 90، وترجع تاني للزيرو عند 180، ترجع تاني في ريفرس دايركشن عند ال 270 البيك بتاعها، وبعدين توصل الى 360، ده نهايتها اللي هي السايكل. ده كله اهو من اول هنا لحد هنا، ده عباره عن سايكل وان سايكل اللي هو تايم بيريود او تي. خلاص؟ طيب انا ما انفعش ان انا اقارن دي مع نفسها، لا ده انا هشوف موجه ثانيه. نيجي بقى ناخد الشكل الجديد اهو، الشكل الجديد اللي هو عندك كده، انا سيب لك ثلاثة ويفز مع بعض. ده الويف الأولى، بعدين الويف الثانية، خلاص استنى لما الويف الثانية،
وبعدين دي الوش التالت نمد ده شويه كده. يعني ممكن اكبر لك شويه عشان برضه ما حدش يتلخبط. يبقى انا عندي اول واحده اسمها اي واحد، تاني واحده اسمها اي اثنين، وتالت واحده اسمها اي ثلاثه. يعني الفولت الاولاني والفولت الثاني والفولت الثالث، وده نقطه الاصل اهي، نقطه الاصل اهي. وبعدين ده سميها ستة اتنين ولا ستة تلاتة أو فاي، خليها فاي بقى عشان القراءة، فاي فاي اتنين وده فاي تلاتة. شوف بس هو كاتب كتاب فاي ولا ايه، فاي اتنين وفاي تلاتة. ماشي، نبص على التلاتة ويفز دول. أول واحدة بادئة من عند نقطة الأصل، يعني ما فيهاش تأخير ولا حاجة، مفيش نركز مع بعض. أول واحدة بادئة من نقطة الأصل، مفيش تأخير فيها ولا حاجة خالص. طب أما أجي أكتب المعادلة بتاعتها هقول إي 1 أوف تي طبعًا بتساوي إي ماكسيمم ساين أوميجا تي، وأسكت. ليه؟ لأن الزاوية بتاعتها بتاعت اللي هي البداية، بدأت الإنيشيشن بتاعتها أو الستارتنج بتاعتها من نقطة الأصل، ولذلك ما فيهاش تأخير ولا تقديم. يبقى أنا عندي هنا E1 of T، أما أجي أكتب المعادلة بتاعتها E1 of T، E1 of T يبقى E1 of T هتساوي E maximum ساين أوميجا T. نروح على الثانية. الثانية بدأت ستارتنج بعد الأولى، يعني متأخرة عن الأولى، يعني الثانية بدأت ستارتنج متأخرة عن الأولى بزاوية اسمها فاي 2. يبقى الثانية بدأت ستارتنج متأخرة عن الأولى بزاوية اسمها فاي 2. نكتب المعادلة، ما أقول لك اكتب المعادلة بتاعتها تقول إيه 2 إي 2 أوف تي إي 2، وخد بالك إي وإي معناها فور، إي 2 أوف تي تساوي إي ماكسيمم ساين افتح قوس أوميجا تي ناقص فاي 2 ناقص فاي 2. يعني هي بدأت متأخرة بزاوية. يبقى نركز مع بعض، الواف الثانية بدأت متأخرة عن الأولى بزاوية مقدارها، طبعا هو هيديها لك أو أنت هتحسبها، مقدار اللي هو الزاوية دي هنقول عليها إن شاء الله في المهم دلوقتي عبارة عن فاي 2، فبقول ناقص. الواف الثالثة بدأت متقدمة عن الوف الأولى، يعني أنت واخد الوف الأولى هي الريفرنس لأن هي اللي بدأت من نقطة الأصل، فأنت واخد الـ E1 هي as a reference، اللي بدأ من نقطة الأصل واخده الريفرنس. الموجة الثالثة بدأت متقدمة عن الأولى في فاي 3، اكتب المعادلة بتاعت E3. يبقى الـ E3 E3 أوف T تساوي E maximum ساين اوميجا تي بلس فاي 3. دول الثري ايكويشنز اللي الصح اللي انت بتكتبهم. يعني ايه الصح اللي انت كتبته كده؟ يبقى انا كتبت اي 1 بدءا من نقطه الاصل، الزاويه بتاعتها عباره عن زيرو خلاص، يبقى اوميجا تي فقط، اي 2 متاخره يبقى ناقص فاي 2، اي 3 متقدمه. يبقى ظهر عندي هنا حاجه اسمها متاخر ومتقدم. متأخر يعني لاج، ومتقدم يعني ليد. يعني الـ E2 لاج E1، نكتب كده E2 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 of T لاجينج E1 of T باي فاي 2 باي ان انجل اسمها فاي 2. لاجنج، كلمة لاجنج مهم جدا، لاجنج متأخرة، لاجنج خلاص يا شباب. اي 3 اوف تي ليدنج، ليدنج اهو متقدمة، اي 1 اوف تي باي انجل فاي 3. يبقى ظهر هنا حاجة اسمها ليدنج،
متقدم، ده متأخر، بالعربي متأخر وده متقدم. بل عندك هنا متأخر ومتقدم. أنا كلمة اسمها متأخر ده عشان ما حد شغلت أول، متأخر متأخر وده متقدم. يبقى الـ E1 هي الريفرنس، الـ E2 أصبحت عبارة عن متأخرة، الـ E3 أصبحت متقدمة. فهمنا دلوقتي حاجة في السيركت، وهو الليد واللاج ده مهم جدا. ليد ولاج، ليد ولاج يعني متقدم ومتأخر، ليد ولاج، لأن بعد كده هعرف إن الفولت ليد التيار ولا التيار ليد الفولت ولا إيه بالظبط، أو الفولت لاج التيار ولا التيار لاج الفولت. كلمة ليد ولاج يعني دلوقتي تعرفت على حاجة مهمة جدا، كلمة الفيز أنجل اللي هي زاوية الإزاحة ما بين التو ويفز، خلاص. وطبعا تعرفها موجود عندك في الكتاب، ما فيهاش حاجه، ده الفيز شيء اللي هو الفيز شيفت ما بين الاثنين، بس في واحده متقدمه وفي واحده متاخره. يبقى انت فهمت دلوقتي المتقدم تعال نكتب القانون في الصوره العامه بتاعته، في الصوره العامه، الصوره العامه بتاعت القانون، بس انت تكتبه كالاتي اهو. الصوره العامه بتاعت القانون هكتب كده ان الاي اوف تي، الصوره العامه يساوي E maximum sin افتح قوس أوميجا T زائد أو ناقص فاي. ده قانونها أوميجا T plus or minus فاي، أوميجا T plus or minus فاي. يبقى لو أنا خدت plus يبقى أنا خدت عبارة عن lead، خدت minus يبقى أنا خدت lag، وبالتالي E أو V، خد بالك يعني ممكن تقول E أو V of T، V of T بيساوي V maximum sin أوميجا T plus or minus الفار، خلاص. وبعدين على فكرة المنحنى ده برضو منطبق على الطيار، I of T بيساوي I maximum sin أوميجا T plus or minus الفار. احنا يعني ايه ما تقعدش ايه تحفظ حاجة وتسكت، لا احنا تعرفنا على اساس ان احنا عارفين من البيهيفير او من الكاركترستيك بتاعت الدائره الكهربيه ان الدائره لا تصلح الا لما يكون فيها فولت وتيار. انا بتكلم على الفولت يبقى بتكلم على التيار زي الفل، ما فيش مشكله. يبقى القانون العام دلوقتي انا عرفت خلاص ان الفي اوف تي او الاي اوف تي بتساوي اي ماكسيمم ساين اوميجا تي بلس اور ماينس الفولت. طبعا البدايه الحاجات دي كلها بتبقى حاجات سهله وبسيطه وحتى الاسئله فيها بسيطه، بس المهم تفهم الحاجة. يعني أنا دلوقتي عملت جينيريشن للسنجل فيز يعني موجة كاملة، وبعدين بعد كده عملت مقارنة ما بين الموجات وبعضها، يعني جبت الفيز أنجل ما بين ده وده، وبعدين عرفت الليد واللاج والكلام اللي أنت فاهمه ده. بعد كده كتبت الصورة العامة، هندخل بقى تعالى إزاي تجيب القيمة المتوسطة بتاعت الساين ويف. الساين ويف يا إما للفولت أو التيار تاني يا شباب. يعني انا عايز اجيب الافريج فاليو بتاع الساين ويف، الافريج فاليو بتاع الساين ويف اعملها ايه دكتور بعد اذن حضرتك؟ نعم، هو الفيز شيفت اقدر اقول عليه ان هو الـ 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 ممكن يبقى موجب او ممكن يبقى سالب او ممكن بيكون بيساوي الصفر، صح؟ يعني ده التعريف بتاعه، اقول ان هو عباره عن ال الفيز انجل او الفيز شيفت بتاع حضرتك. في منتهى البساطه لو الويف بتاعتك بادئه من نقطه الاصل، بادئه من نقطه الاصل، يبقى على طول الفيز انجل او الفيز شيفت بتاعك ايكوال زيرو. لو الـ حصل فيه شيفت ترحيل للبدايه بتاع من نقطه الاصل، سواء ان انت بدات متاخر فبتقول ناقص، مثلا نفترض بدات متاخر بزاويه 15، هقول في ماكسيم في بيساوي في ماكسيمم ساين اوميجا تي ناقص 15. كلمه ناقص 15 معناها ان حصل فيه لاج، خلاص حصل لاج. ولكن لو نفترض ان هو بدا قبل نقطه الاصل ب 15 فاقول بلس 15 يبقى اسمه ليد. فالفيز شيفت انقسم دلوقتي الى اما زيرو بادئ من نقطه الاصل او ليد او لاج بس، وده موجود عندك في الكتاب على فكره في صفحه 6-9. بس اللي يهمني في القصه كلها، يهمني ان انت تفهم كلمه
ليد ولاج، لان ليد ولاج على طول معاك في كل السنوات. ده احنا هنتكلم عليها حاجات كتير، ما هو شابتر 6 في حاجات كتير قوي، فاحنا نبدا بس نسخن، وبعدين في حاجات كتير جدا هنتكلم عليها دلوقتي. يبقى الليد واللاج اللي انا فهمته دلوقتي. طيب انا عايز اجيب الافريج فاليو بتاع الاي سي والفور، عايز اجيب الافريج فاليو، يعني عايز كده اقول الافريج فاليو اوف اي سي سنجل فيز والفور، الافريج value of AC with 4 اللي هو الصين. احنا لو بصينا للصين يا شباب، دالة الصين اللي انت عملت لي جنريشن من 0 الى باي الى 2 باي، هنا ماكسيمم بالنيجاتيف وهنا ماكسيموم بالبوزيتيف، ودي الاي مش دي الدايره عندك. نبص على الويف دي، واحد يقول الافرج فاليو تساوي كده على طول اوتوماتيك، ساعه ما اقول لك الافرج بتاعت الساين تساوي كالكوليت ذا افرج فاليو اوف ساين ويف، ها تساوي كام؟ واحد يرد عليها بسرعه. اي ام ساين. نعم تساوي اي ام ساين، تساوي من سمعك اي ام ساين اوميجا تي ولا ايه يا عم؟ الافرج فاليو تقول زيرو على طول. طب ليه؟ تمام انا بقول لك الافرج فاليو بتاعه الساين ويف، فانت قلت لي زيرو، فبقول لك كومنت علق على الكلام بتاعك ده، او اقول لك واي، لماذا ليه؟ تقول لي ايه؟ هتقول لي لان الدايره دي سيمتريه، دايره سيمتريه او سوري ويف سيمتري، يعني سيمتريكال ويف، بمعنى ان الجزء البوزيتيف اللي هو في الفورورد اللي عندك لايك الجزء مين النيجاتيف اهو، الجزء ده الجزء ده زي الجزء ده. لما انت تجيب الافرج فاليو الجزء ده هيبقى الجزء ده، يبقى اذا الافرج فاليو عباره عن زيرو، يبقى الافرج فاليو بتاع الساين ويف زيرو. ليه؟ لانها دايره سيمتريه. هو في الكتاب عمل لك دايرة أو عمل لك فانكشن انسيمتريك، هرسمها لك دلوقتي انسيمتريك، شكلها كده مش يعني مش سيمترية، مش متماثلة، يعني ازاي أهو عملها لك كده فانكشن كده، يعني عمل لك دايرة كده أهي نفر الشكل. هل الشكل ده سيمتريكال؟ لا، يعني ممكن نعمله كده عالي او ماشي زي ما عملنا في الكتاب او ماشي وزي ما كده او ماشي. هل الشكل ده سيمتريكال من زيرو الى تي؟ تي 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 اللي هو البريد كام تي. اما اجي اجيب الافرج فاليو بتاعه، اما اجي اجيب الافرج فاليو بتاعت الفانكشن اللي قدامك دي، هقول الاف افرج، الاف افرج يعني الفانكشن بتاعت اسمها اف اوف تي، هقول اف افريج، اف اوف تي افريج بتاعتها، الافريج بتاعتها هيساوي واحد على تي، يعني انا هاخد بيريد كله، بيريد كله الانتجريشن من زيرو الى تي اللي هي الاف اوف تي دي تي. ده في الرياضه علمونا كده، ولكن لما اجي ابص على الصين واقول الاي افريج، الاي افريج اي اوف تي افريج بيساوي واحد على 2 باي من زيرو الى 2 باي، ده هتلاقي زيرو ده هيتغير، ده هنا مش هيتغيروا بعض لان مفيش سيمتري، مفيش سيمتري، جزء البوزيتيف خلاف الجزء النيجاتيف. طب اعمل ايه بقى؟ قال لك عشان تجيب الافرج فاليو للساين ما تاخدش من زيرو الى 2 باي، خد من زيرو الى باي. فعشان اجيب الافرج فاليو للساين ويف نركز مع بعض، هاخد من زيرو الى باي، يعني التكامل بتاعي هقول كده الاي افريج او الفي افريج او الاي افريج للساين ويف هيساوي، يبقى انا هكتب كده واحد على باي، انت ما خدتش كله، ما خدتش الاثنين باي، لو خدت الاثنين باي يبقى زيرو، واحد على باي انت خدت الجزء اللي هو البوزيتيف، يبقى الفي افريج او الاي افريج للساين ويف، يعني لو قلت الفي
افريج او الاي افريج يساوي 1 على باي، الانتجريشن من 0 الى باي خلاص، اي ماكسيمم ساين اوميجا تي دي اوميجا تي. طبعا كلنا عارفين ان احنا اما بيجي نحصل عندنا الانتجريشن فايه ماكسيمم تطلع بره، التفاضل بتاع التكامل بتاع الساين يديني كوزاين، طبعا بالنيجاتيف كوزاين بالنيجاتيف، ساين يديك ناقص كوزاين بالنيجاتيف، صح ولا لا بتوع الرياضه؟ وبعدين اعوض بحدود التكامل هيديني الاي افريج يساوي 2 على باي اي ماكسيمم، ده يساوي 2 على باي، 2 على باي ريت اي ماكسيمم، 2 على باي اي ماكسيمم. لو انت شغال بالتيار يبقى الاي افريج او الاي اوف تي افريج برضه افريج هيساوي نفس الكلام 1 على باي من 0 الى باي اي ماكسيمم ساين اوميجا تي دي اوميجا تي هيساوي 2 على باي اي ماكسيمم. يبقى هنا حاجه مهمه جدا، العلاقه التي تربط الماكسيمم فاليو مع الافريج فاليو. يبقى ده صح كده عشان بس يبقى الاي افريج وهنا الاي افريج او الفي افريج. يبقى العلاقه التي تربط الافريج فاليو الاي افريج او الفي افريج مع الماكسيمم هو عبارة عن 2 على باي، مش يا شباب؟ ده العلاقة. يبقى الاي افريج بيساوي 2 على باي من الاي ماكسيمم، لان انت في ساعات هتحتاج ان انت تجيب الافريج فاليو ويكون عندك الماكسيمم فاليو، فلو انت عندك الماكسيمم تقدر تجيب الافريج، ولو عندك الافريج تقدر تجيب الماكسيمم. يبقى الريليشن بتوين زيم 2 على باي اللي هو 0.637. خد بالك الكلام ده وذ ريسبكت تو الفولتج او التيار. طيب انا جبت الافريج فاليو، في حاجه مهمه جدا عندي في الاجهزه الكهربائيه. احنا دلوقتي هنبص على حاجه اسمها الروت مين سكوير فاليو، يعني الار ام اس فاليو. الروت مين سكوير فاليو ده مهم جدا لجميع الاجهزه اللي انا بقرا سواء بقرا فولت او بقرا تيار او الباور، فهم بيقروا لي الروت مين سكوير لان حصل معايره على الساين ويف، فانا عايز اعرف روت مين سكوير. الروت مين سكوير معناه بالعربي الجذر التربيعي لمربعات القيم. اكتبها لك دلوقتي، روت من سكوير فاليو اهو، والروت من سكوير فاليو يعني لما نتكلم على الروت مين سكوير فاليوز اللي هي بنسميها ار ام اس، الار ام اس اللي هو الروت من سكوير معناه الجذر التربيعي لمربعات القيم، الجذر التربيعي لمربعات القيم. جميل قوي، شوف المعنى بتاعت الكلمه الجذر التربيعي لمربعات القيم. اذا سعادتك هتبص على الصين ده انت بتربحها، اما تيجي تربع ناقص خمسة هتقول ايه؟ انت بتربع ناقص خمسة هتقول 25. يعني انت اللي عندك الجزء اللي بالنيجاتيف والجزء اللي بالبوزيتيف انت مربع، ففي هذه الحالة هتاخد الدورة كاملة
ما تقولش ان ده بيلاش ده، لا ده انت بتاخد التربيع، اذا الاثنين اصبحوا فوق لان انت خدت الجزء النيجاتيف اصبح بالبوزيتيف، وبالتالي جذر التربيع يبقى انت واخد الداله على مدار السايكل كلها. يعني هنا الفي او الاي ار ام اس او الاي ار ام اس، وعلى فكره كلمه اي الار ام اس بنسميها، يعني الاي مثلا لو كتبنا اي ار ام اس هو بيساوي الاي على طول تقول اي، والفي او الاي ار ام اس تكتب في او اي على طول. دول القيم اللي بيقراه الجهاز، يعني سواء بتقرا فولت او بتقرا تيار، فالجهاز بيقرا لك الار ام اس فالوز. لو واحد بيسالك وبيقول لك الجهاز بيقرا ايه، اوعى تقول له بيقرا الماكسيمم فالوز، لا بيقرا الار ام اس فالوز. وانا اقدر اجيب من الار ام اس فالوز زي ما هنشوف دلوقتي الماكسيمم. يبقى الجهاز اما بيقرا ما بيقراش الماكسيمم، بيقرا الار ام اس، يعني الجذر التربيعي لمربعات القيم، لان تمت معايرته على الساين. فعشان نكتب القانون، شوف هنكتب القانون ازاي، ناخد السايكل كلها على بعضها، هقول الاي او ار او الفي بيساوي الدوره كلها، يبقى واحد على اثنين باي، يعني السايكل كلها الانتجريشن من زيرو الى اثنين باي. انت بتقول لي الجذر التربيعي لمربعات القيم، ربع القيم يبقى اي ماكسيمم سكوير ساين سكوير اوميجا تي دي اوميجا تي دي اوميجا تي. وبعدين انت بتقول لي الجذر، يبقى كله تحت الجذر، يبقى كله تحت الجذر، ده السكوير روت، بدل السكوير روت اول جذر التربيع لمربعات القيم، جذر التربيع ده تحت كله تحت الجذر. يبقى ساعات خدت كله تحت الجذر، يبقى الجذر التربيعي لمربعات القيم، فعلى طول معناها ان انت تطلع الاي ام سكوير بره الجذر يطلع لك عباره عن الاي ماكسيم، وبعدين تكامل الساين سكوير نص افتح قوس واحد ناقص كوزاين 2 اوميجا تي، كلنا عارفين الكلام ده. وبعدين نعوض بحدود التكامل، يطلع لي في الاخر خالص ان الاي يساوي واحد على جذر 2 من الاي ماكسيم. اللي مش عارف يكامل يقول يعني انا عندي تكامل الساين سكوير نص افتح قوس واحد ناقص كوزاين 2 اوميجا تي، تكامل الساين نص افتح قوس واحد ناقص كوزاين 2. يبقى انا هو ده هيبقى الاي ار ام اس اللي هو ده اللي انا بسميه اي، هيساوي واحد على جذر 2، واحد على جذر 2 في الاي ماكسيمم. يعني انا دلوقتي اما اقول لك الاميتر او الفولتميتر، نركز مع بعض، الاميتر بيقرا 5 امبير، انا عايز الماكسيمم كارنت. واحد يرد عليا من الساده اللي سامعني، الاميتر بيقرا، الاميتر ريدز 5 امبير، كالكوليت ذا ماكسيمم فاليوز، تقول لي ايه؟ ها 5 جذر 2. جميل، 5 جذر 2. طيب اقول لك رايت الايكويشنز بتاعت التيار، رايت ذا كرنت ايكويشن. احنا الكرنت ايكويشن عباره عن ايه؟ ها اي بيساوي اي ماكسيمم ساين اوميجا تي، صح الكلام؟ طيب سعادتك هو الجهاز كان بيقرا 5، فانت هتكتب كده اي وفي تي بتاعك بيساوي 5 جذر 2 زي انت ما قلت ساين، الاوميجا عباره عن 2 باي اف على طول، ما تكتبش اوميجا بعد كده، اكتب 2 باي اف اوميجا، يبقى 2 باي اف في التي. يعني انا لو قلت لك الاميتر بتاع ريدز، يعني الاميتر ريدز بيقرا 5 امبير، رايت ذا كارنت ايكويشنز او ايكويشن، اكتب معادله التيار، ساعتك تكتب للاي اوف تي
مثال خمسة ده الايه الار ام اس. انا بقول هنا اي ماكسيمم يبقى 5 جذر 2 نركز مع بعض سايب اللي هو اوميجا 2 باي في 50 ده كله تي بس لان ده عوضت عن التردد ب 50 2 باي ثابته يبقى كانها لو ضربت 2 باي في 50 تطلع لك 314 يبقى سعادتك على طول في هذه الحاله بتقول اي اوف تي بتساوي 5 جذر 2 ده العلاقه اللي هو جذر 2 بتربط الار الاي الاي ار ام اس مع الماكسيمم 5 جذر 2 ساين 2 باي في 50 تي ده المعادله وده الصح وبتاخد عليها درجات خلاف كده تبقى غلط يبقى الاميتر الفولتميتر بيقرا ريدز اللي هو لو كان اميتر لوحده يبقى ريدز الاثنين مع بعض لو بيقروا يبقى ريد اللي هو الار ام اس فاليوز انا قلتها ومسجله واللي مش هيفهم الكلام ده هيبقى وعيته بيضة هيغلط في المعادلات انا بشرحها من دلوقتي قبل ما اروح لاي معادلات واشتغل بعد كده في حاجه قبل ما ادخل على الكومبلكس نمبرز عايز اقول عليها وهي ان احنا دلوقتي انا عند الصين لو واحد بيقول لي انا عايز اعمل ريكتيفيكيشن لي اللي هو الجزء النيجاتيف بتاع الساين نبص على الساين كده وناخدها بدل ما هي سايكل واحده ناخدها تو سايكلز يعني ايه نبينها اكتر تو سايكلز كالاتي يعني انا هاخد دلوقتي الساين ويف بدل ما هي 1 سايكل لا انا هاخد 2 سايكلز السايكل الاولى بعدين السايكل الثانيه معلش بسرعه كده ده السايكل الاولى والسايكل الثانيه انا اخدت دلوقتي عباره عن 2 سايكلز يعني دورتين دورتين يعني انا اخدت من 0 الى 360 وده دوره ده تي وبعدين تي ثانيه دورتين تو سايكلز واحد بيقول لي انا عايز دلوقتي اعمل عمليه اسمها التوحيد توحيد يا جماعه معناها ايه؟ معناها ان انا اخلي الجزء السالب يبقى هو بوزيتيف لو انا اركز معايا لو انا اخدت هاف ويف هاف ويف ريكتفايرز نركز من الكلام اللي بقوله انا بقوله دلوقتي عشان هاف ويف ريكتفاير يعني انت هتعمل توحيد نصف موجي يعني التوحيد بيتم عن طريق الثنائي اللي هو الدايودز اللي انتوا كنتوا واخدينه في الثانويه العامه يعني انا احط في الدايره عباره عن 1 دايود هيبص للموجه في حاله الجزء البوزيتيف في الفورورد هيشتغل في الريفيرس مش هيشتغل هيعمل كاتوف الدايره هتبقى اوف هتبان الشكل اللي عندي كده ان هو شغال في الفورورد او شغال في الفورورد وبعدين في الريفيرس حصل له اوف وبعدين تتكرر الدوره تاني يشتغل في الفورورد وبعدين في الريفيرس حصل له اوف يبقى انت عندك الشكل الجديد اهو ده اسمه توحيد توحيد نصف موجي هاف ويف ريكتفاير اسمه هاف ويف ريكتفاير يعني انا لو رحت هنا توحيد نصف موجي عن طريق ايه؟ وان دايود وان دايود يبقى انا جبت دايود واحد حطيته في الدايره حس بالنصف اللي هو الفورورد النصف اللي فوق وبعدين في ريفيرس طبعا الدايره الويف جايه له نيجاتيف ما حسش بيها حصل فيه اوف حصل فيه قطع فبالشكل ده اما جت له الفورورد المره الثانيه حس بيها ظهر الشكل ده واحد بيقول لي طب هل نعمل فول ويف ريكتفاير اه فول ويف يعني في الفول ويف ريكتفاير
عاوز ايه؟ بدل ما انا عايز دايود واحد ممكن اتليست اخد تو دايودز. يعني انا عندي اخد اتنين بقى، واحد يشتغل في النصف موجه البوزيتيف، وما يجي النصف موجه النيجاتيف الاولاني ما يشتغلش والتاني هو اللي يشتغل. يعني ايه؟ لما اجي ابلاي الويف بتاعتي الاولاني في البوزيتيف هيشتغل والتاني هيكون اوف، وبعدين لما تيجي الريفيرس الاولاني يكون اوف والتاني يشتغل، يطلع عندي الشكل ده كانه بالظبط الجزء اللي تحت بقى فوق. اللي تحت بقى فوق يبقى الويف اللي عندك اصبحت كده اسمها فول ويف، دي اصبحت فول ويف. الله، اذا انا عندي حاجه اسمها هاف ويف وفول ويف، ده مهم جدا. يعني انت دلوقتي بتاخد الاي سي وممكن تحولها الى دي سي، ده اللي عايزين نعرفه، اللي هو بنقول عليه الباور سبلاي، اللي هو بنقول عليه الباور سبلاي. يا دكتور ابو عمر، لو معانا واحده ونص يا باشا لسه، ها 10، حاضر لسه مش شفتهاش، هشوفها لك. اذا كانت موجوده هجيبها، ما كانتش موجوده يبقى عوضك يا ابو راضي. اشوف ما تعطلنيش المحاضره. طب لحظه معانا، معلش يا شباب، لا يا باشا، وانت كنت في 10؟ بسأل المهندس اللي بره، ممكن يكون شارك. بس انا هقول لك ماشي يا شباب. اذا عندي حاجه اسمها هاف ويف ريكتفاير، ركز معايا تاني، هاف ويف ريكتفاير، ممكن اعمل عمليه التوحيد بدايود واحد هاف ويف، او اعمل عمليه التوحيد بتو دايودز يبقى فول ويف على الاقل. ممكن تحط على طول زي الباور سبلاي، ما انا طلبت على فكره، احنا انا طلبت وقلت في عملي كل مجموعه تعمل لي مشروع صغير. يعني لو عملنا الباور سبلاي وجينا خدنا الاي سي عملت له توحيد عشان الدي سي اولد الدي سي، فممكن هعمل فول ويف. طب الفول ويف بدل ما احير نفسي في حاجه اسمها البريدج جاهزه في السوق، أربعة دايودز، اتنين شغالين في الفورورد واتنين شغالين في الريفيرس، عادي خالص. يبقى اتليست ممكن يكون اتنين دايودز، لو الحاجة دي جاهزة عندي في السوق اللي هو البريدج ديت اللي هي الأربعة استخدمها عادي. يبقى اتنين شغالين في الفورورد واتنين شغالين في الإيه؟ في الريفيرس. يبقى بالتالي بعمل فول ويف ريكتفاير. المطلوب في الباور سبلاي فول ويف ريكتفاير، يعني هتجيب البريدج، أو لو ما عندكش حط اتنين دايودز، واحد يشتغل في الفورورد والتاني يشتغل في الريفيرس. يبقى انا عندي حاجه اسمها هاف ويف ريكتفاير وفول ويف ريكتفاير او ريكتيفيكيشن. ده ريكتفاير في صفحه 6 11. نروح بقى على صفحه 6 12. 6 12 احنا متاخرين يا شباب. 6 12 عشان الترم كمان. من الترم هيجي لك شابتر 6، ما تقلقش كله. خلصوا لك ما تقلقش. ذاكروا، وعيدكم بيض، ذاكروا. هنتكلم على حاجه اسمها الفيسور ريبريزنتيشن بتاع الساينسور. الفيسور انتوا عارفين هروح على ايه بقى؟ حاجة مهمة جدا. انت بتكلمنا على الفيس والريبريزنتيشن بتاع اللي هو الاي سي والفور. انت سعادتك لما جيت تكتب المعادلة اللي هو الفي اوف تي بتساوي في ماكسيموم ساين اوميجا تي زائد فاي زائد او ناقص فاي، اما اجي اكتبها في صورة البولر فورم هنكتبها كالآتي. يعني الصورة اللي هي مكتوبة ديت في صورة التايم دومين،
يعني نكتب كده، نكتبها تاني. بص ال في اوف تي او الاي اوف تي عشان ما حدش يتلخبط، سو في ماكسيمم ساين اوميجا تي زائد او ناقص فور. احنا قلنا لو بدأ من نقطه الاصل يبقى الفايل دي مش موجوده باوميجا بتاعته، ده بنسميها التايم دومين، تايم دومين. يعني لما اقول لك اكتب المعادله دي في صوره التايم دومين يبقى هي دي. تعالى بقى اللي بعدها، هاخد نفس المعادله اقول لك في بتساوي في او الفي اوف تي بتساوي في مع زاويه زائد او ناقص فور. الفي بتساوي في مع زاويه زائد او ناقص فور. يعني يعني الفي بيساوي في ماجنتيود او في او مودولس بتاع الفي. انتوا خدتوها يعني في ماجنتيود او المودولس بتاعها خلاص مع الزاويه زائد او ناقص فور. دي بسميها عباره عن بولر فور، بولر فور. والشكل ده بسميه عباره عن الفيسور دومين بتاع الدايره. يعني انا عندي حاجه اسمها اللي هو التايم دومين وده الفيسور دومين. يعني امثل المساله اللي قدامي بصورتين، يا اما في التايم او الفيسور دومين. ده الفيسور. ده اسمه بولر فور. لو انا عايز اجيب في صوره الكارتيزي يبقى في بيساوي في كوزاين زائد او ناقص فاي بلس جي في ساين زائد او ناقص فور. ده اسمه الكارتيزيان كوردينت. معنى كلمه كارتيزيان كوردينت يعني انت عندك جزء ريال وجزء تخيلي. يبقى انت عندك في حاجتين دلوقتي طلعنا بيهم من هنا، وهو عباره عن البولر فور اللي هو كماجنتيود مع الزاويه. افترض ان الفاي دي بزيرو، يعني بدل من نقطه بلس هو الفي ماجنتيود مع زاويه زيرو. اما اجي اجيب الكارتيزيان كوردينيت او الريكتانجولار فور يعني الريال والتخيلي، هقول في كوزاين زيرو بلس جي في ساين زيرو. يعني هديك مثال في الرياضة، مثلا في الرياضة انت بتقول لي الفيكتور اكس، فيكتور اكس كفيكتور، يعني احنا ممكن نقول ده كفيكتور، فيكتور اكس بيساوي 5 بلس اي 10. تحطها فكرة كده في الرياضة، يعني بتقول لي 5 بلس اي 10. معرفش كنت بتاخدوها في الرياضة اي ولا ايه، باشمهندسين يرد عليا. ها ايوه دكتور، كنت بيسموها اي 10 صح؟ هي اي. بيسموها اي ولا جي ولا جي ولا جي؟ اي يعني جزء ريال وجزء تخيلي، صح الكلام؟ في الهندسه الكهربيه مش هقول اي، هقول جي 10. جي 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 يعني زاويه 90. يعني ديت معناها شوف في الرياضه اي، في الرياضة اي. يبقى انا عندي في الرياضة اي الجي هنا في الهندسة الكهربية زاوية 90. مش يا شباب؟ خلاص؟ يبقى انا عندي دلوقتي بدل ما اقول اي هقول جي، جي زاوية 90. ولذلك هنا لما يعني لما جينا نيجي نمثلها يعني لما اقول مثلا كده جي 10. فساعتك تعمل ازاي كده لما تيجي ترسمها؟ تقول ده 5 ده ريال. بعدين جي زاويه فوق. اهو ده جي ال 10 وده 5. بس لو انت عايز تجيب القيم بتاعتك ده بس كده. ده الكومبلكس نمبر بتاعها، ده اسمه كومبلكس نمبر. يبقى شغلنا كله هيكون على الكومبلكس نمبر.
ومره اكتب المعادله في صوره التايم دومين، يعني في اوف تي بيساوي في ماكسيم ساين افتح قوس اوميجا تي زائد او ناقص باي، او اكتبه في الفريكوانسي دومين اللي هو في كفيكتور يساوي في ماجنيتيود بلس مع زاويه فاي، ده في صوره البولر، او في كوزاين بلس جي في ساين ده صوره الريكتانجولار او الكارتيزيان، والجي هنا زاويه 90. كل شغلنا ان شاء الله على الكومبلكس نمبر. خلاص يا شباب، بعد كده الاسبوع الجاي ان شاء الله هنبدا في الدوائر على طول، الار والال والسي، وار مع ال وار مع سي وار مع ثلاثة مع بعض، كل مع بعض ان شاء الله. انا خلصت كده، حد عايز حاجه الاول يا شباب؟ حد عايز حاجه؟ بعد اذنك يا دكتور. اتفضلي. هو كده يوم الاحد والاستكشاف كده، هو انت بتسالين عن اجازه ليه؟ هو انا مشغل لي رئيس وزراء، ما انت عندك وعارف، ما انت عارف الموقع السبعي قال لك ايه دلوقتي؟ قال لك ايه؟ قال ايه ولا ما انت عارف؟ ها قولي انت مكسوف عن الظروف اللي هو اجازه. قال لك ايه اللي لو قال لك السبت والحد والاثنين اجازه يبقى شكرا. قال السبت والحد بس اجازه يبقى شكرانين. قال الاسبوع كله اجازه يبقى ثلاث شكرانات. الله يكرمكم. احنا عايزين اجازه، احنا عايزين نبص محاضرات اونلاين سواء انت قاعده في البيت او مش قاعده في البيت. انتوا زعلانين ليه؟ ما انتوا قاعدين في البيت اهو. هو يوم الاحد والاثنين عيد يا دكتور. كل سنه طيبه يا ست الكل. حضرتك طيب. كل سنة طيبة وربنا يعود عليكم الأيام بخير إن شاء الله، بس تتجدعنوا في السيركت لأننا زعلان، الله يكرمكم. احنا عايزين نتجدع في السيركت يا جماعة، وكل سنة طيبين وكل رمضان طيبين، وربنا يعود عليكم دايما الأيام بخير إن شاء الله إن شاء الله، وجميع الأسر المصرية بخير. عايزين حاجة تاني بس عشان خلصت البث. عايزين نحدد النظر يا دكتور بس في حبيبي النظر دي في الآخر، وفضك دلوقتي من نظري. احنا دلوقتي في امتحان الميد ترم هيبقى ان شاء الله في معامل المعهد زي الفصل الدراسي الاولاني بالظبط. ماشي يا شباب، ما عندناش مشكله. خلاص يا شباب، يعني الميد ترم ما تبقاش فيه نظري ولا تبقى فيه؟ هيبقى فيه نظري، انت عارف النظر بتاع المغناطيسيه والنظر بتاع يا ابني بدات لك في النظر بتاع الاي سي على طول اهو، مش انا اديتك النظري ولا انت؟ بس ذاكر والمره الجايه نتكلم في الكلام. تمام، ذاكر بس، وعندما تكون يعني سخنت كده فما ندخل على طول في التدريب ونسخن وندخل على طول في الجد في الملعب الاسبوع الجاي. يلا الف سلام يا دكتور. نعم على اذنك، انا بس عشان عايز افهم، هو دلوقتي رئيس الوزراء قال ان السبت والحد والاثنين اجازه، معنى كده ان الحد والاثنين فيهم شرح ولا ما فيهمش؟ يعني السكاشن وكده. احنا هنلتزم بالاجازات بتاعت الدوله، ما نقدرش ندي مثلا محاضرات وانتوا عندكم اعياد او الناس قاعده في مش في اماكنها، ماليش علاقه بالكلام ده. الحمد لله محاضراتي يوم الاربع، ولكن اصلا تقريبا طالما رئيس الوزراء قال الثلاث اسابيع دول اجازه، ثلاث ايام دول اجازه سبت وحد واثنين، يبقى اعتقادي مش هيبقى فيه بس محاضرات الا اذا انتوا طلبتوا. تمام، يعني كده اثنين مش هيبقى فيه سكاشن. انت مبسوط كده دلوقتي. فاولا العدد اللي دخل 106 طالب، منكم لله من 300 وشويه عليه العوض في مصر المحروس. 106 طالب وتسالون عن النتيجه يا ظلمه. وينفع كده يا ندى ولا ينفع كده مارتينا ولا محمد من الناس اللي هم الحلوين دول، ينفع كلام ده 106 طالب؟ ها رياض، ها ينفع 106 طالب من العالم؟ ما ينفعش طبعا يا جماعه. انتوا عاملين قاعدين بتوضوا الفطار ولا ايه؟ يلا سلام عليكم.